الطبقة السياسية الموريتانية تجمع على إدانة المحاولة الإنقلابية في تركيا، فهل تغيرت المواقف من البيان رقم 1؟ وزارة البيطرة تطلق حملة مسح حول حركة تسويق المواشي في العاصمة نواكشوط. الاتحاد الإفريقي يقر خطة للتمويل الذاتي وإنشاء صندوق خاص بعمليات حفظ السلام. أخبار الساحل تأتيكم من العاصمة الموريتانية نواكشوط، وهذه تفاصيلها. أجمعت الطبقة السياسية الموريتانية بمختلف مشاربها على إدانة المحاولة الإنقلابية الفاشلة التي استهدفت نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم اعتبر المحاولة جريمة في حق الشعب التركي، في حين رأى المنتدى المعارض أنه على العرب والأفارقة الابتعاد عن الاستيلاء على السلطة بالقوة. مؤسسة المعارضة الديمقراطية من جهتها اعتبرت أن الأتراك قدموا درسا للعالم أن إرادة الشعب لا تقهر. نتابع. اختلفت الأطراف السياسية الموريتانية على كل شيء، لكن حدثا خارجيا يبعد آلاف الكيلومترات وحدها، حيث نددت جميعها بالمحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا ضد الرئيس رجب طيب أردوغان. حزب الاتحاد من أجل جمهورية الحاكم سارع إلى وصف المحاولة الانقلابية بالبائسة، معتبرا إياها جريمة بحق الشعب التركي ونظامه الديمقراطي المؤسساتي على حد تعبيره، مشيدا بعظمة الشعب التركي ودفاعه عن الديمقراطية. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض الذي يضم أكثر الأحزاب راديكالية في مواجهة السلطة لم يتأخر هو الآخر، واستعمل نفس اللغة التي استخدمها الحزب الحاكم تقريبا، لكنه استغل الفرصة لتوجيه رسالة سياسية للعرب والأفارقة مفادها أنه على العسكر الابتعاد عن الاستيلاء على السلطة بالقوة، حاثا السلطات التركية على ما أسماه تغليب منطق القانون في التعامل مع الانقلابيين. توحد الساسة الموريتانيين في التنديد بالانقلاب التركي يطرح عديد الأسئلة، لعل في مقدمتها كيف يكون تغيير السلطة بالقوة محرما في أنقرة في حين قد يكون مباحا في نواكشوط، بل قد يصل الأمر إلى وصفه بالحركة التصحيحية. وهل التوحد في رفض الانقلابات موقف مبدئي بات الساسة في موريتانيا متفقون عليه بغض النظر عن المصالح، خصوصا أن التعديلات الدستورية الأخيرة جرمت الانقلابات، وإن كان الموضوع تحصيل حاصل في العرف الديمقراطي؟ وهل الحدث التركي على أهميته مقدم على المصالح الوطنية، حيث لم تتفق الطبقة السياسية على موقف موحد من جميع الأحداث التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة؟ ولعل استضافة نواكشوط للقمة العربية خلال الأيام القادمة ربما تكون اختبارا للطبقة السياسية في تعليق خلافاتها والظهور بمظهر موحد، وهو ما لم يحصل ولن يحصل حسب المتابعين. فإلى متى سيظل التناقض في المواقف سيد الساحة السياسية الوطنية، وما هي أسبابه؟ وهل الرهان على ضعف ذاكرة الجمعية للمجتمع ربما يكون من أهم دوافع هذا التناقض، وبالتالي يستغله الساسة لتمرير مواقف آنية تتوافق مع المصالح الضيقة؟ ولإلقاء الضوء أكثر على إجماع الطبقة السياسية الموريتانية على موقف موحد من المحاولة الانقلابية في تركيا، ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور سيدي محمد الجيد، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الإسلامية بمدينة العيون. أهلا بكم دكتور. بداية الدكتور، كيف تفسرون، هل من تفسير اجتماعي لهذا التناقض بين الانقلابات محرمة في تركيا مباحة في موريتانيا؟ على كل حال، الانقلابات ينبغي أن تكون محرمة في كل مكان، سواء كان الأمر في موريتانيا أو في غير موريتانيا. على كل حال، دعني أقول بداية أن الطبقة السياسية الموريتانية كانت محقة في رفضها واستنكارها للمحاولة الانقلابية الأخيرة في تركيا، لأنه ببساطة شديدة الانقلابات ليست من مفردات العصر الذي نعيشه، فهي في كل الأحوال ردة ونكوص وتقهقر وتردي، وفي الحقيقة نوع من الخرف الذي لا ينبغي تأييده بأي حال من الأحوال، وليس هنالك ما يمكن أن يبرره بأي حال من الأحوال. فيما يتعلق بالطبقة السياسية الموريتانية، أرجو وأتمنى أن يكون هذا الاتفاق
هو مدخل لاتفاق آخر أهم بالنسبة للمجتمع. على ذكر الطبقة السياسية، كيف يحصل إجماع على شأن خارجي في حين يقول لك بعض المراقبين يغيب الإجماع بالشأن الداخلي، يعني في إشارة إلى الحوار السياسي مثلا؟ أخي الكريم، ليس الحوار السياسي فقط، ينبغي أن نعلم مع احترامي الكامل لكافة أطياف الطبقة السياسية الموريتانية ولنضالاتها ولجهودها واللي ما حققته لحد الساعة، نحن نعلم بأن هنالك أزمة طبقة سياسية في موريتانيا، وهذه الأزمة في الحقيقة قد لا تكون متأتية من الشخوص أو من الفاعلين السياسيين الموريتانيين بقدر ما هي تراكم لواقع موريتاني معين ولفضاء سياسي معين. نحن نعلم بأن ثغرة وضعف الغياب التاريخي للدولة المركزية في موريتانيا، هذه لعنة لا زالت تلاحق الموريتانيين ولا زالت تلاحق الدولة الموريتانية. المسألة الأخرى أن النشأة المشوهة، النشأة الضعيفة للطبقة السياسية أصلا عندما بدأت بوادرها فيما قبل الاستقلال الدولة الموريتانية، أيضا هذه من الإشكالات التي ظلت تلاحق الطبقة السياسية الموريتانية ولم تحسم لحد الساعة. حتى لا نوغل في تأصيل يعني ذهنية السياسية. لا، أنا ما أريد الوصول إليه هو أن هنالك تراكمات معينة لها علاقة بالمجتمع بالمناسبة، لأنه في نهاية المطاف نحن في إطار علم الاجتماع السياسي لا يمكن أن نفصل بين السياسة وبين المجتمع، لأن الطبقة السياسية هي نتاج مجتمع معين. مسألة أخرى، نحن نعلم الآن بأن هنالك ضعف في التنشئة السياسية الموريتانية، بل حتى قد أقول بأن السياسة في موريتانيا وكأنها بشكل أو بآخر هي نوع من القطاع غير المصنفة، كما أن لدينا يعني تيفاي وتشابتشاب يصبحون بقدرة قادة رجال أعمال ويصفون اسمهم بذلك. حتى في السياسة لدينا نفس الإشكال، بمعنى بمجرد أن تشكل حزب سياسي بين عشية وضحاها فإذا بك شخصية سياسية وشخصية وطنية وكذا. مسألة أخرى، نحن لدينا إشكال حقيقي في المواطنة، لأنه في نهاية المطاف الدولة الموريتانية أولا نشأتها لم تكن شرعية، لأنه في نهاية المطاف نحن ورثنا الدولة من المستعمرة بين أم كرهنا، وكان هنالك انفصام ما بين البناء الاجتماعي وما بين البناء السياسي، لأن الناس لا تريد الدولة ولا تؤمن بها ولا تقتنع بها. وبالتالي وجدت الدولة المركزية لها التجربة، الدولة المركزية التعددية الحزبية، يعني وجدت انقلابات عسكرية ضد الديمقراطية الوليدة. حتى هنا المشكلة أن البناء السياسي الذي تم بشكل من التناقض مع البناء الاجتماعي، المجتمع لم يحتضن الساسة ولا السياسة ولا حتى الدولة المركزية. ولذلك هناك انفصام وهناك قطيعة ما بين المواطن ورجل السياسة. هل فعلا يراهن الساسة الموريتانيون على ضعف الذاكرة الجمعية كما تأصلتم، وبالتالي يطلقون مواقف آنية حسب تمليها المصلحة ربما الآنية؟ يا أخي الكريم، نحن لم نصل بعد إلى بلوغ المواطن الصالح، المواطن الذي لديه مواطنة حقيقية. يا أخي انظر إلى الأتراك كيف ماتوا أمام الدبابات، والانقلاب لم يشيله إلا المواطن التركي، وليس حبا في طيب رجب أردوغان أو لحزبه وغيره، وإنما حبا في تركيا وإيمانا بالدولة وبالقيم الجمهورية التي ينبغي أن عندما نصل نحن إلى هذا المستوى، عندما تكون هناك قطيعة مع القبيلة ومع الجهة ومع الفئوية الضيقة، ونبلغ الإنسان الواعي الذي يؤمن بموريتانيا أولا قبل كل شيء، هنا سيكون السياسي يفكر أفلف التفكير قبل أن يصدر بيانا وقبل أن يتخذ قرارا وقبل أن يتخذ التزاما، لأنه يعلم أن هنالك قاعدة شعبية، هنالك مجتمع لا يقبل الزيفة ولا يقبل المغالطات، ولا يمكنه أن يستوعب إلا الأمور التي يمكن أن تقدم المجتمع للأمام، وأن تكون هنالك أمور لا مجال فيها للمعارضة ولا للتنافر السياسي. هنالك أمور يجمع عليها الموريتاني لأن فيها المصلحة العليا للوطن، وهنالك أمور أخرى هي من حسنات الديمقراطية أن هنالك فضاءات وهوامش للتنافس وللصراع السياسي، لكن لا بد أن يكون هنالك ما نتفق عليه، ومن باب أولى أن نتفق على التحديات الحقيقية التي تواجهها الدولة الموريتانية. وعلى كل حال ينبغي أن نقولها صراحة أن المرحلة القادمة التي تقدم عليها موريتانيا مرحلة خطيرة جدا، ونحن نرى ما يعاني منه المجتمع من حولنا
إذا كانت تركيا التي يعني تمد رأسها إلى أوروبا تحصل فيها انقلابات من هذا النوع، فهذا يعني أن العالم الثالث عموما هش. وإذا كانت تركيا هشة وهي الإمبراطورية التي تعلم والتي حكمت العالم العربي بأسره ولها من التراكم في الدول المركزية ما لها، فكيف سيكون الحال بالنسبة لدولة نشأت بالأمس ولا زال أهلها لحديث على يؤمنون بها؟ وهذا يحتم على كافة النخبة الموريتانية أن تتعالى على المصالح الضيقة وأن تفهم الدرس وأن تعمل على إنشاء نخبة سياسية يمكن أن تخرج موريتانيا مما هي فيه وأن تذهب بها إلى بر الأمان. وهنا لا بد من تنشئة سياسية صحيحة سليمة، ولا بد أيضا من حاضنة علمية. نحن أيضا لدينا مشكلة أخرى، ليست لدينا كل العلوم السياسية، والسياسة هي شأن كل الناس، بينما السياسة في العالم هي تراكم، ولا بد لها من تأهيل علمي، ولكن أيضا لا بد لها من تأهيل عملي، ولا بد أن يستحق الشخص يعني بنضاله باستقامته بوضوح أفكاره أن يكون رجلا سياسيا ويكون رجلا وطنيا. وفي الأخير غياب أيضا غياب اتفاق الناس على الأفكار من المشاكل الحقيقية. الناس تتفق على المصالح والمصالح متغيرة، وبالتالي تكون شخص اليوم مع النظامي وبعد قليل مع المعارضة وبعد قليل مع شيء آخر. الاتفاق على المبادئ، الاتفاق اللي كانت المصالح هي الفيصل في العمل السياسي فلا سياسة في موريتانيا. دكتور سيد محمد الجيد، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الإسلامية بنت العون، شكرا جزيلا لكم، كنت ضيفنا في هذه النشرة. شكرا جزيلا. من المنتظر أن تستضيف نواكشوط القمة العربية 27 خلال يومي 25 و26 من الشهر الجاري. أحمدنا السيد أحمد يستعرض تاريخ القمم العربية في جزئين، نتابع الجزء الأول في هذه الورقة. لم تكن القمم العربية وليدة اللحظة، فأول قمة تمثلت في مؤتمر أنشانس سنة 46 900 ألف بدعوة من الملك فاروق، وحضرته الدول السبع المؤسسة لجامعة الدول العربية. كان الهدف من المؤتمر معالجة الهجرة اليهودية إلى الأراضي العربية في فلسطين وكيفية مواجهة التوسع الصهيوني المدعوم من الانتداب البريطاني. أما الاعتداء الثلاثي على مصر فقد كان السبب المباشر في انعقاد قمة دعا لها الرئيس اللبناني الأسبق كميل شمعون سنة 56 900 ألف، وزاد عدد الرؤساء إلى 9. القمة العربية الأولى استضافها جمال عبد الناصر بعد تحول مصر إلى جمهورية، والتأمت لأول مرة في مقر الجامعة الدائم بالقاهرة، وهدفت إلى تصفية الأجواء العربية العربية، وتطرقت قراراتها إلى إنشاء قيادة موحدة لجيوش العرب، إضافة إلى اعتبار قيام إسرائيل خطرا تجب مكافحته سياسيا واقتصاديا وإعلاميا. في العام 64 كان 14 من القادة العرب على موعد مع قمة في منتزه الإسكندرية ليخرج البيان الختامي متضمنا بندا يتعلق بالطاقة الذرية لأول مرة في تاريخ العرب. تراجع عدد المشاركين في القمم العربية للمرة الأولى بعد مقاطعة تونس للقمة على إثر خلاف مع مصر، لتستضيفها الدار البيضاء بالمغرب سنة 65 900 ألف، وتضمنت بنودها قرارا يمنع استخدام الأسلحة النووية. أما في 67 فقد احتضنت الخرطوم قمة اللاءات الثلاث، لا للتفاوض مع إسرائيل، لا للصلح معها، ولا لاعتراف بها. عادت المغرب الكرة واستضافت العاصمة الرباط سنة 69 قمة عربية افترق فيها القادة العرب بسبب الخلافات البينية دون إصدار أي بيان ختامي. أحداث سبتمبر الأسود التي شهدتها المخيمات الفلسطينية في الأردن حدت بالعرب إلى عقد قمة طارئة احتضنتها القاهرة، وانتهت أعمال القمة بمصالحة بين الزعيم الراحل ياسر عرفات والعاهل الأردني الملك الراحل حسين. بمبادرة من سوريا ومصر بعد حرب أكتوبر حضر 16 قائد عربي إلى العاصمة الجزائر بمقاطعة العراق وليبيا، وانضمت موريتانيا لأول مرة إلى الجامعة سنة 1973، وصدرت قرارات تتعلق بمواصلة استخدام سلاح النفط وضرورة دعم الجبهتين السورية والمصرية ضد إسرائيل. كما تراجع العرب عن رفض التفاوض ووضعوا شرط انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني شرطا لذلك التفاوض. اعتمدت منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني في قمة الرباط سنة 74، وشاركت جميع الدول العربية في القمة بما في ذلك الصومال التي تشارك لأول مرة.
الحرب الأهلية اللبنانية عدت بستة قادة عرب إلى حضور القمة الطارئة التي دعت لها السعودية سنة 76، فيما لم يصدر بيانا ختاميا للقمة، لكن قمة القاهرة في نفس السنة أصدرت بيانا ختاميا تضمن قرارات القمة السداسية بالرياض وإدانة الاجتياح الإسرائيلي للبنان. توقيع مصر اتفاقية كام ديفيد مثل زلزالا سياسيا في المنطقة، لتعقد القمة سنة 78 و900 و1000 في العاصمة العراقية بغداد، وتعلق عضوية مصر وينقل مقر الجامعة منها إلى تونس، وتدان الاتفاقية المصرية مع إسرائيل. تجددت الإدانة في السنة الموالية في قمة تونس لمصر بعد تزويدها لإسرائيل بمياه النيل واتخاذ قرار بالتصدي لنقل العاصمة الإسرائيلية إلى القدس المحتلة. اتفاقية كام ديفيد انسحبت على قمة الأردن سنة 80 و900 و1000 ورفض قرار مجلس الأمن رقم 242 والدعوة إلى وقف الحرب بين إيران والعراق واستمرار مقاطعة مصر. جميع الدول العربية حضرت قمة فاس سنة 81 من دون مصر، وانتهت أعمال المؤتمر بعد 5 ساعات بعد رفض سوريا لخطة الملك فهد لحل الأزمة العربية الإسرائيلية. في العام الموالي أعيدت قمة فاس في نفس المكان، وشارك 19 بلدا عربيا، وأقر فيها مشروع السلام مع إسرائيل. الملك المغربي الراحل الحسن الثاني دعا في العام 85 إلى قمة الدار البيضاء، وتضمنت قراراتها بإنشاء لجنة يعهد لها بتنقية الأجواء العربية العربية، لكن الهدف من وراء عمل اللجنة ظل عصيا على الكثير من القمم اللاحقة. تظهر المعطيات الإحصائية أن التمويلات العربية للمشاريع التنموية في موريتانيا زادت على أكثر من 3 مليارات أوقية موزعة على أزيد من 100 مشروع، وتتوزع التمويلات المذكورة بين الصناديق العربية والمساهمات الحكومية. أهلا بكم. تظهر المعطيات الحالية ضخامة التمويلات العربية التي تضخها الدول العربية في موريتانيا، إما بواسطة الحكومات أو عبر الصناديق العربية، وتلك التي تساهم فيها بصورة أكبر مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك وحتى الصناديق الدولية. الاستثمارات العربية الحالية في موريتانيا: المملكة العربية السعودية عدد المشاريع 12 مشروعا، الغلاف المالي حوالي 350 مليون دولار. البنك الإسلامي للتنمية عدد المشاريع 38 مشروعا، الغلاف المالي حوالي 480 مليون دولار. الإمارات العربية المتحدة عدد المشاريع 2، الغلاف المالي 35 مليون دولار. الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فادس عدد المشاريع 35، أزيد من 1,515 مليون دولار. صندوق النقد العربي عدد المشاريع 2، الغلاف المالي 142 مليون دولار. صندوق الأوبك الغلاف المالي 22 مليون دولار. الكويت 194 مليون دولار. ليبيا 50 مليون دولار. الحصيلة عدد المشاريع التي تمولها الدول العربية في موريتانيا أزيد من 100 مشروع موزعة على جميع القطاعات. الغلاف المالي العام للتمويلات العربية الحالية يناهز 3 مليارات دولار. عودة إلى جسد. أطلقت وزارة البيطرة حملة مسح حول حركة تسويق المواشي الحية في مدينة نواكشوط بهدف جمع المعلومات الاقتصادية والاجتماعية حول مسار تسويق المواشي بدءا بالمنمين مرورا بالأسواق والمسالخ. المسح المذكور يدوم 30 يوما، وعهد القيام به إلى 8 فرق متنقلة بالتنسيق مع التنظيمات المهنية العاملة في القطاع. وتنوي الوزارة إجراء مسوحات مماثلة في الشعب الإنتاجية الأخرى كالألبان والدواجن. ولإلقاء الضوء أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور أحمد سالم العربي، مدير السياسات والتقييم بوزارة البيطرة. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. شكرا على قبول الدعوة. ما الهدف من هذه الحملة التي ومن تستهدف، وكيف قيمتم المدة؟ هل كانت كافية في نظركم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا على الاستضافة. أولا الهدف من هذا المسح كما تفضلتم في التقرير هو تطلع عن كذب على هذا القطاع الحيوي اللي هو احنا نسموه شعبة اللحوم الحمراء بشكل أكبر، غير ذلك لا ينركزوا على جزء منه اللي هو تسويق المواشي الحية. يهدف هذا المسح أولا إلى
جمع بيانات اقتصادية واجتماعية وإحصائية حول هذا المجال لمجال حيوي، ولكن اطلعوا على عدد من التفاصيل تعلق به، العاملين فيه حجمهم شنو هو الأعداد اللي يتم تسويقها، والدورة كاملة اللي يدخل فيها اللي فيها عدة متداخلين. إذن هذا الجوانب الإحصائية والاقتصادية. ثم اللي جوانب أخرى تتعلق بالصحة، اللي هذه الحيوانات اللي يتم نقلها هي ما يستهلك المواطن يوميا، هي اللي يستهلك المواطن، وبالتالي بمشي من الإجراءات الصحية يتم ليها المنظومة القانونية البيطرية، لأنهم اللي نطلعوا على مدى تطبيقها. على سبيل المثال هذا الحيوان اللي يرتفد من الداخل قيس نواكشو، يلا تعود مصاحبته وثيقة صحية سموها سيرتيفيكا سانيتير إجبارية، لأنهم اللي يشوف مدى وصوله هون لمدينة نواكشو، اللي هي اللي تمكننا نتأكدوا على أن هذه الدفعة والله هي الشحنة من الحيوانات تم نقلها بعد إذن مصالح البيطرية في منطقة النقل، وبالتالي نتأكد من سلامة سابق جيل البطوارات وسابق. إذن هذا بشكل مختصر الهدفين الأساسيين من وراء هذا. طالبتم مختلف التنظيمات المهنية بالتعاون معكم، هل تعتقدون أن هذه الدعوة ستجد صداها لدى هذه التنظيمات، خصوصا أن السوق كبيرة والمواشي تدخل يوميا إلى نواكشوط بالمئات بل بالآلاف حتى؟ الله، بطبيعة الحال هذه التنظيمات المهنية وجميع الفاعلين في المجال، احنا الحمد لله بيننا معهم تواصل كبير منذ انشاء هذا القطاع الوزاري الخاص، اللي متباركين مع نعبد اطار تشاوري يشرك كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في هذا المجال، خصوصا التنظيمات المهنية للمنميين والبائعين ومسوقي المواشي والجزارة وناقلي اللحوم وغيرهم. كيف تعرفوا هذه المسوحات تدخل في إطار المهام اللي معطية لقطاع الوزارة، اللي هو قطاع ناشئ عمره أقل من سنتين يا غير. على كل حال من إنشاء هذا القطاع تم إجراء ياسر من 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 من, من تنظيم الشعب الإنتاجية كاملة، وهذا عمل طبيعة الحال يتطلب وقت يا غير. الحمد لله بفعل إرادة اللي موجودة عند الحكومة ومستوى الوزارة، وبفعل تعاون اللي هذو الفاعلين المهنيين اللي مهمين كيف قلت لك، توصلنا لما نقطعنا أشواط مهمة في إطار تنظيم هذا. دور حسيت وبعلن خلال بداية شهر رمضان الماضي تم إطلاق عملية لتطلع على التفتيش الصحي البيطري في مجال اللحوم الحمراء في مدينة نواكشوط، اللي أعطت نتائج مهمة جدا، اللي كان دورها أساسا دور توعوي وتثقيفي يا غير. مالي بنفس الوقت ياك نحسه بعلن هذا الحمل اللي يقدم للمستهلك الموريتاني يوميا أنه يقدم له ظروف صحية جيدة، لأن هذا المسح مالي يكمل ذيك العملية. دكتور تنوون إجراء مسوحات مماثلة للشعب الأخرى، يعني هذا ما فهمتم من سياق حديثكم، هل حددتم موعدا لذلك؟ يعني هناك شعبة الألبان، هناك يعني رقابة وتنظيمات يعني ونصوص قانونية يعني يجب أن تطبق ربما. بطبيعة الحال كيف تعرف كيف قلت لك قبيل، لأن نرجع شوي للمسيرة، احنا منذ إنشاء هذا القطاع الوزاري الخاص عكفنا على تحديث وتحيين المنظومة القانونية اللي هي القاعدة اللي تسمح لنا على النظم هذا، خصوصا الجوانب الصحية. الجوانب الصحية لابد لها من قاعدة قانونية. تم إصدار قوانين مهمة بمجال الرقابة والتفتيش الصحي ومجال النوم الصحية والمعايير اللي يلا تحترم، هذا مجال اللحوم الحمراء، مجال الدواجن، مجال الألبان، جميع المنتجات الاستهلاكية اللي موجهة للاستهلاك الآدمي يا غير. ملي مارك لا ينشرعوا في تطبيق بعض هذه القوانين على الميدان، وذلك يتطلب منا أولا نطلعوا على بعض التفاصيل الاقتصادية والإحصائية كيف تلاق بي اللي ملي هذه المعطيات الاقتصادية مهمة جدا الإحصائية في طرح السياسات والخطط والبرامج المستقبلية لتنمية هذا القطاع، ولذلك تدخل هذا المسح الأولي في هذا المجال. وفي مسوحات مماثلة فتنا وضعنا على شعبة الألبان وشعبة الدواجن وكذلك شعبة الجلود، ندور إن شاء الله وسابق نهاية هذه السنة نعبر فيه مسوحات مماثلة إياك نطلع على. دكتور أحمد سالم العربي مدير السياسات والتقييم بوزارة البيطرة، كنتم ضيفنا في هذه النشرة، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا.
نظم الطلاب المتخرجون من معهد العالي للتعليم التقني في نواكشوط حفل تخرج خاص بالدفعة التي تتكون من 3 شعب هي الكهرباء والميكانيكا العامة والتركيب المعدني. تضم كل شعبة 18 طالبا وقد حققت نسبة النجاح مستوى مرتفع. وكانت الحكومة الموريتانية قد أنشأت في السنوات الأخيرة عدة مدارس مهنية طالبت الشباب بالتوجه إلى التعليم الفني. هذا الحفل اللي نحن نحضره حالا هو تتويج التخريج دفعة من المعهد العالي للتعليم التقني متألفة من 3 شعب، شعبة الكهرباء وشعبة الميكانيكا العامة وشعبة التركيب المعدني. هذا كل واحدة من هذه الشعب مؤلفة من 18 طالب، وقد بلغت نسبة النجاح هذه السنة نسبة 98% من بين المتقدمين للامتحان. وفي الواقع عن هذه التخصصات اللي يكون المعهد العالي للتعليم التقني عنها تخصصات على مستوى عالي من المهنية، وتساهم مساهمة كبيرة في الرفع من مستوى تكوين الرفع من مستوى الكادر الفني والكادر الصناعي للبلد. نظم شباب الوحدة الوطنية ندوة في نواكشوط تهدف إلى دعم استضافة العاصمة الموريتانية نواكشوط للقمة العربية. الندوة المذكورة حضرها مثقفون وأكاديميون وساسة من مختلف التيارات. يسعى شباب الوحدة الوطنية إلى تجاوز العقلية السائدة وانصهار المجتمع في إطار المدينة الحديثة. التجمع العددي يهدف بالأساس إلى تغيير العقليات لطالب الوحدة الوطنية والوحدة الاجتماعية من خلال دمج شمل مختلف الفئات والطوائف الاجتماعية متجاوزين كل الأعراض الضيقة من قبيلة وجنية وعرق، داعين مختلف الفئات الشبابية للمضي معنا قدما لتحقيق أهدافنا التي رسمناها وأجملناها في النقاط التالية: المشاركة في الشأن العام، المساهمة لتغيير العقليات، المحافظة على النسيج الاجتماعي. نظمت جمعية خيمة تواصل للتنمية والعمل الخيري في موريتانيا ندوة ثقافية في نواكشوط تحت عنوان نعم لتطوير العلاقات الموريتانية الإماراتية. ركز المتدخلون خلال الندوة على ضرورة تمتين العلاقات بين الشعبين الموريتاني والإماراتي، مذكرين بما قدمه الرئيس الإماراتي الراحل الشيخ زايد بن سلطان من دعم للشعب الموريتاني على مدى عقود. إن من أهم ما يميز خيمة التواصل العالمية هو الجمع الإبداع المتميز بين تقديم الخدمات الاحترافية من جهة والتركيز على الإنسانية، الإنسان وأهمية التواصل بين الناس جميعا. طبعا رؤيتنا في خيمة التواصل تنطلق رؤية خيمة التواصل العالمية من المكانة المرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المنظومة الدولية باعتبارها ملتقى لتعايش الثقافات والشعوب والأجناس ضمن بوتقة متناغمة فاعلة بفضل العبقرية التواصلية التي أرسى داعمها الباني المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله وزره. أقرت القمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الرواندية مجموعة قرارات خاصة بالتمويل الذاتي للاتحاد الإفريقي. كما قررت القمة إنشاء صندوق خاص لتمويل عمليات حفظ السلام في القارة التي تشهد العديد من النزاعات المسلحة. قمة كيغالي الإفريقية أقرت تمويلا ذاتيا للاتحاد الإفريقي ابتداء من سنة 2017 عن طريق اقتطاع نسبة 0.2% من واردات الدول الأعضاء المقسمين على الأقاليم الخمسة المشكلة للقارة، وعهد إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع وزراء المالية في الدول الأعضاء للإشراف على تنفيذ الترتيبات العملية. وتحل هذه المساهمة الجديدة محل المساهمة التقليدية للدول الأعضاء. القمة الإفريقية أقرت أيضا تمويلا لعمليات حفظ السلام في القارة عن طريق إنشاء صندوق خاص بغلاف مالي يبلغ 40 مليون دولار أمريكي على أن يرتفع خلال 5 سنوات إلى 60 مليون دولار، ويتم تمويل الصندوق من محاصيل ضريبية. ويعاني الاتحاد الإفريقي خللا كبيرا في مصادر التمويل، إذ تظهر الإحصائيات أن أكثر من 70% من ميزانيته تأتي من شركاء خارجيين، كما أن أكثر من ثلثي ميزانيته موجهة للتسيير. قرارات قمة كيغالي في حالة تطبيقها يرى المراقبون أنه من شأنها المساهمة في استقلالية قرارات المنظمة التي تمثل دور القارة السمراء.
فهل تجد الطريق إلى النور أم أنها ستبقى مجرد حبر على ورقة، خصوصا أن العمل الإفريقي المشترك يعاني مشاكل جمة بفعل النزاعات التي تجتاح القارة وارتهان عديد الدول للقرار الأجنبي؟ نهاية أخبار الساحل وقد تابعتم فيها. الطبقة السياسية الموريتانية تجمع على إدانة المحاولة الانقلابية في تركيا، فهل تغيرت المواقع من البيان رقم 1؟ وزارة البيطرة تطلق حملة مسح حول حركة تسويق المواشي في العاصمة نواكشوط. الاتحاد الإفريقي يقر خطة لتمويل ذاتي وإنشاء صندوق خاص بعمليات حفظ السلام. تقبلوا تحيات فريق العمل المداول، في أمان الله.